السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا دايما في أحسن حال. النهاردة معانا مراجعة جديدة للصاروخ الترددي من شركة ووركس، ولكن قبل ما نبدأ بالفيديو عايزين نفهم الناس يعني ماركة ووركس دي بتستهدف مين بالظبط. احنا طبعا عملنا لها أكتر من فيديو على القناة، وفي ناس دايما بتكتب إن هي سعرها غالي ليه طالما إن هي مش معدة احترافية أو مش موجهة للناس احترافيين. ووركس دي ماركة عالمية بتستهدف الناس اللي هم بياخدوا النجارة كهواية أو كمجال استمتاع، بيستمتع بممارسة مهنة النجارة، مش للناس اللي هي بتتكسب من مهنة النجارة. المحترف اللي بيتكسب من النجارة عايز معدة تكون رخيصة وتكون قوية وتعيش العمر كله، ده هدفه. أما اللي بيستمتع بهواية النجارة فده عايز يقتني معدة، عايز يستمتع بالورشة بتاعته، فبتلاقيه بيقتني حاجات معينة، ماركات معينة من ضمنها ووركس. فدي معدة الناس بتقتنيها لأن هي أولا كفاءتها ممتازة جدا للهواة، تاني حاجة بيحطوا فيها مميزات أو أوبشن كده زي ما بيقولوا في الغالب ما بيكونش موجود في المعدات الاحترافية، إن هي مثلا بتعمل أكتر من وظيفة، كلام زي ده. طيب خلينا نبدأ الفيديو مع بعض إن شاء الله ونشوف الفرق بين الصاروخ اللي هو ببطارية والصاروخ الترددي اللي بسلك. الموديل البطارية بيجي في علبة كرتون وبيجي معاه حوالي 39 قطعة اكسسوار بيركب عليه، وبيجي بدون بطارية لو انت عندك بطارية بتركبها عليه او بتشتري من الموقع بطارية تركب على الجهاز، تمام؟ اما الموديل اللي هو بيشتغل بالكهرباء بسلك فبيجي في علبة بلاستيك ومعاه بضعة اكسسوار. الموديلين صناعة صيني، اللي بيشتغل بالكهرباء بالسلك بيبدأ من 11000 لفة ل 20000 لفة و 350 واط. اما اللي بيشتغل ببطارية فهو بيبدأ من 5000 لفة لغاية 20000 لفة، طبعا البطارية بتاعته 20 فولت. دي كده الاكسسوارات اللي بتيجي مع الجهاز ده او مع الجهاز ده. عندك حبات صنفرة مختلفة الخشونة، ودي شفرة دائرية ودي شفرة مستطيلة ودي عشان الصنفرة. تعالوا بقى نفتح الجهاز ونبص بصة سريعة على المكونات الداخلية للقطعتين. ده كده ناقل الحركة أو الجير، وده مصنوع من المعدن. ده كده الفحم، تمام، ودي المبينة من جوه. طبعا لازم نفك الفحم ده من هنا عشان نقدر نطلع المبينة ونشوفها من جوه، فأنا هكتفي بهذا القدر، تمام. وده هنا العداد بتاع السرعة. ده كده الموديل اللي هو ببطارية، ده كده الجزء اللي بيركب على البطارية، وده التحكم في السرعة، وده هنا مفتاح التشغيل، وهنا الموتور. بيزيد عن الموديل اللي فيه كهرباء ان فيه هنا ليت في الاتجاهين، تمام. طبعا القوة بتاعت البطارية دايما بتكون اقل من القوة بتاعت اي جهاز شغال بالكهرباء. هما الاثنين ناقل الحركة مصنوع من المعدن ونفس التكوين بالظبط. هنا مبينة تشتغل على فحم، وهنا موتور بيشتغل طبعا على بطارية شحن. تعالوا بقى نجربهم الاثنين. اول حاجة انت عندك الدراع ده بترفعه كده، بتلاقي فيه هنا علامة فتح وعلامة اغلاق. علامة الفتح بتتحرك الدراع بالشكل ده، بيبدأ يفك المسمار ده زي ما احنا شايفين كده، تبدأ تطلعه وتحط فيه القطعة اللي انت عايز تشتغل بيها. طبعا الجهاز بيجي معاه شفرة واحدة، دي ماركة ووركس، تمام، بتركب بالشكل ده. بعدين نبدأ نربط المسمار، تمام. الجميل في الموضوع ان ممكن تركب عليه اي شفرة من اي ماركة، دي مثلا ماركة بوش، ممكن تركب عليها عادي مفيش اي مشكلة، لانه بيستوعب مختلف جميع تقريبا الشفرات كده. وبعدين نبدأ نربط كده، اتربط خلاص، ابدأ ارفع الدراع كده واثبته هنا كده. تعالوا بقى نركب البطارية ونبدأ نجربها.
طيب احنا دلوقتي غيرنا اللي هي بتاعت الخشب، ريشة الخشب لريشة المعادن. تعالوا نجرب كده، ده كده قطاع من الألمنيوم. طيب ده كده ألمنيوم، تعال نجربها مثلا في المسامير الحديد. تعالوا بقى نجرب الصنفرة كده، طبعا بيجي لك مختلف درجات الصنفرة من ناحية الخشونة يعني، هنركب ده كده. طبعا بتستخدم بنجاح في صنفرة الأماكن الضيقة. طيب من خلال التجربة أنا شايف اللي هي بسلك طبعا أقوى، أقوى بمراحل من اللي بتشتغل ببتري. طبعا البتري دي لو أنت ضغطت عليها في خشب قوي شوية أو حاجة بتقف، عشان طبعا تحافظ على الموتور يعني، بعدين ترجع تشغلها تاني. أما اللي بشغلها بالسلك فقوية جدا، ممتازة بصراحة. أنت بقى اللي تقرر تشتري إيه. ديت الميزة اللي فيها إن فيها طبعا ليت، إن البتري ده بيتيح ليك إنك تستخدمها في أماكن ما فيهاش كهرباء، سهلة يعني نتنقل بيها في أي مكان. أما دي فهي بصراحة أقوى بكتير من البطارية. هسيب لك الروابط بتاعتهم إن شاء الله في شريط الوصف، وهتلاقيهم على موقع العدد دوت كوم. دعواتكم لنا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.